السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيواتهم سليمان. اليوم ان شاء الله غنعمل لكم جبينة جبلية الجبن عربي اللي كنعرفو كامل كيتباع في الملبانات. نعدلوه ان شاء الله في الدار كيجي بنين وغزال، ونتمنى على الله تعالى وسبحانه يعجبكم وما كيديش بزاف المقادير. هذا ما كنعمل فيه لا اللبن لا حتى حاجه، وغادي كاين اللي كيعمل فيه اللبن وانا بدي كنعمل فيه اللبن شي منه. بالحق هذا ما غنعمل فيه لا اللبن لا حتى حاجه، وتا هو كيجي غزال وما كيديش بزاف وساهل ان شاء الله يا ربي يعجبكم. عندي هنايا عملت 4 لتر ديال الحليب، 4 لتر ديال الحليب ها هما انا عملتهم وكنوريهم لكم فوق العافيه. ها هو عملتهم يبداو يسخنوا. عندي كاس هنايا د العنبه د الحمضات معصرين. غنعمل شويه د الملحه، الملحه على حسب، ما نقدرش نقول لكم شحال تعملوا د الملحه. انا كنعمل في 4 لتر غير فاس صغيره د القهوه ماشي عامره، ماشي عامره زعما باش تكونوا فاهمين، ماشي عامره باش ما يجيش مالح. ومن بعد ملي كنقطروه ونخليوه غير ملي كنبغيو نعجنوه ونعملوه في الميطاع ديالو، تينا عينكم اذا كدقوا كتقيس. الا جاك باس مسوس تقدر تزيد مليحه، الا عجبك هيداك كتخلي هيداك باش ما تدوش يدك في الملحه. وفي الاخر الانسان الا كان مسوس تقدر عنده الحال، الا كان مالح راه ما عندوش الحال. وهو كيجي بالذوق ديالو مزيون، الحموضيه ملي الملحه ديالو تكون كتجي معاه ما تفوتش الملحه بزاف. ونتمنى على ربي ان شاء الله يعجبكم. ودابا ان شاء الله ها هو انا عملته يغلي، وملي نكون غادي نكمل عليه عاود نوري لكم ان شاء الله. ساهل، نتمنى يعجبكم يا ربي. ها هو الحليب ديالي غلا، هانتوما كتشوفوا كيفاش بدا كيغلي. دابا غنكب عليه هذا الكاس ديال الليمون ها هو، ودابا غادي يبقى يتقطع لي بوحديتو الحليب. ها هو هانتوما كتشوفوا ها هو، ها هو غيبقى يتقطع بوحديتو. وغنعمل شويه د الملحه، انا قلت لكم ماشي معمره، ها هي. من بعد الا بغيتو تزيدو ولا شي حاجه زيدو حتى تخيصو. ودابا ها هو امامكم، ها هو دابا غنبقى نصفيه. هيدا غنصفيه وغنخليه ليله كامله كيريبوسار كيقطر منه هاد الماء كاملين، كيقطر منه الماء. دابا انا وريت لكم كيفاش، ها هو كيف كيتكلكل. ها هو دابا غادي نخليه ندهن انا الشبيكه، غنعملو هنايا في اللابابو ديالي. غنعمل هاد الشبيكه هادي باش يقطر لي، وغنعملو في واحد الدره بيضاء وعنشد عليه وعنبيتو ليله كامله معلقة عندي في الكوزينه حدا الكريفو حتى الصباح ان شاء الله. عاد كنفتحو وعاد كنعوضو، الا كان باقي مثلا مسوس كنزيدو، الا كان هذاك وهذاك كنعملو في واحد هذيك الساعه نوري لكم فين كنعملو. واحد الشبيكات مزيونين كيعطيو الديكور مزيون، وديك الساعه نتا كنقدمو لكم بالصحه والراحه. وفي الصباح نوري لكم كيف قطار وكيف ان شاء الله نعدلو كلشي ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي نعملو يقطر قبل ما يبقى لي هنايا مكلكل، غادي نبقى نصفيه هنايا ان شاء الله. انا بقيت قصارة في الليل، قطر لي الجبينه ديالي، ها هي قطرات وها هي فينيا، شوفو هنايا كيف هنايا ها هي. ودابا ان شاء الله نعملها في هاد الشبيكات هادو عندي باش كيعطيو منظر مزيون. نعملها في هاد الشبيكه ان شاء الله، ها هي امامكم. انا بقيت قصاره بالليل وملي شفتو قطر مزيان قلت راه نعدلو. ها هو غنعدل هادي معمره، وملي تعمر لي اللي شط نعملو فيها خرا صغيره، وكنضرب عليه هيدا مزيان هكذا، كنضرب عليه مزيان مزيان باش كي يبقى ملي كنقلبو كيبقى لي بحال ديك هاد الشيء الشبيكه، كيبقى القاع ديالو مزيان مزيون. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. المطار نبي نعس، بقيت جالسه قصاره مع التليفون.
ايوا دابا قلت راه معدله. ها هي هذه بارك عليها. دابا نغطيها بلاستيك عنبيتها في النبيره الصباح نوريها لكم ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تعجبكم. وهذا شاطلي هنايا شديتو عنزيد هنايا وغنكمل فخره واخا تجي صغيره، المهم هادو كيجيو مزيونين هايده ان شاء الله يا ربي تعجبكم تكون عند حسن ظنكم. ها هو ان شاء الله غدا في الصباح نوري لكم ان شاء الله يا ربي يكون برد وشد فراسو مزيان، وديك الساعه نوري لكم ان شاء الله. صباح النور والياسمين على الحبايب كاملين. هاي الجوينه ديالي انا نوض جبتها وجبرتها يبست لي غزيوله هانتوما كتشوفوها امامكم، وقلت راه نقلبها باش نوريها للحبايب ونفطر بها ان شاء الله، نبدا الفطيور بها. انا كيعجبني الجبن عربي ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وبالصح صدقوني تستاهل التجربة والتقيس إن شاء الله، تقيسوها بالصحة والراحة إن شاء الله يا ربي. وانتم شفتوا هذه أسهل ما يمكن، تقدروا تعملوها في أي وقت اللي يعجبكم، عي الحليب بوحديتو بالعصير الليمون وتتعملوا اللبن، عملوا اللبن سوا كيعطي البنة مزيونة ما نقول لكم شي لا. بحق أنا عملتها غادي غير بالحليب والحامض، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وانا غنوري لكم هذه زولتها، وانا غنوري لكم هذه، ها هي سهله عندي هاد الشبيكات هادو، ها هما ساهلين كيزولوا لي منهم. ها هي كيف جات، ها هي الجبينه ديالي. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ان شاء الله. ودابا ان شاء الله يا ربي نمشي نغسل يدي ونزول من هاد الشيء هذا ونعملها في بلاطو التقديم ونوريها لكم وتشوفوها لي، ونتمنى يا ربي تعجبكم وجربوها ان شاء الله. ما تندموشي ما تندموشي ستيسيغورا ما تندموشي ان شاء الله. الحبايب ها هما الجبينات ديالي، انا بغيت نزينهم بهاد الشكيله هذا باش يعطيهم منظر شويش كلشي بيض. بغيت نفرم البيوضه اللي عندي فيهم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم يكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي. جربوه خفيف حتى هو ساهل دغيا كيتحضر، والفطور به كيحمق. الساندويشات حتى هما تقدروا تعملوا الساندويشات بهم، وما نزيدش نعبر بزاف انتم عارفين راه كلشي كيجي مزيوان. انا غنقطع لكم هيدا واحد شويه ها شوف كيف كيجي، ها هو ها هو كيف كيجي امامكم. قطعوه واحد الطريفه هيدا باش تشوفوه مزيان، ها هو الجبين كيجي غزال. قطعوا الطريفات وعمروا الخبيزه الساندويشات ليكم لوليداتكم لحبابكم كلشي ديالكم، والله الا كيجي غزال. ونتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم. والحاجه ديال الدار وتعدل على يدك ماشي بحال حاجه ديال الزنقه، هذه معروفه في اي موطع. كنشريوهم من البنات من هذه شحال نقول لكم، الناس كلشي كيعرف، ما يكونوش 100% بحال اللي عملتي انا وليداتك بيدك في دارك ونقيين وعارفه شنو كتعمل فيهم. ما كتعمل حتى شي مواد اللي غدر الصحه ديالك الصحه ديال وليداتك. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوهم وتكتبوا لي وتشجعوني وتشاركوا معايا، واللي ما شاركشي مرحبا به، واللي شركته هو الف مرحبا وشكرا بزاف. كان كثير الشكر، ما كان الهضره ديالي ما تشبعكمش الشكر. كنشكركم من قلبي كامل اللي شاركين معايا، واللي ما شاركشي مرحبا به حتى هو. ونطلب على الله تعالى وسبحانه يجازيكم ويجازينا ويجازي المسلمين كاملين ان شاء الله يا ربي، نكونوا فرحانين وضحكانين كاملين يا ربي. هما الاسلاميتكم زيانه دائما ان شاء الله. وشكرا بزاف. وفي شيوة ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي ما تنساونيش شجعوني وساندوني وشاركوا معايا ونبيسوني الحبايب كاملين. ونتمنى على الله تعالى وسبحانه يبارك فيكم وفي وليداتكم وفي اللي عزيز عليكم كامل يا ربي.
شكرا.